يوم سيذكره التاريخ، 31 عاماً من حكم الرجل القوي سيلفيو بيرلسكوني على ميلان تنتهي رسمياً اليوم. ملكية نادي لومباردي تنتقل أخيراً من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى مستثمرين صينيين بعد مماطلة بدأت شهر آب الماضي. حقبة ميلان تحت إدارة بيرلسكوني بدأت عام 86، نجاحات كتبت بماء الذهب لم يعرف مثلها النادي في تاريخه، خاصة في تسعينات القرن الماضي. 8 ألقاب في الدوري الإيطالي، 5 بطولات في دوري الأبطال، و5 كؤوس في بطولة السوبر الأوروبي. فضلاً عن شراء ميلان، بيرلسكوني نجوماً كانوا الأفضل في العالم، ومن منا لا يذكر فان باستن ورود خوليت وجورج ويا وأندري تشيفتشينكو، والقائمة تطول. لكن حال ميلان في السنوات الأخيرة تحت قبضة بيرلسكوني كان مختلفاً. شح في الأموال واعتماد على صفقات مجانية أضعفت الفريق، فغابت الألقاب وحتى المشاركة في بطولة دور الأبطال غاب عنها الميلان منذ 3 سنوات. صفحة قديمة تطوى ومرحلة جديدة تبدأ مع مستثمرين من الصين لا يعرف شيء عن تاريخهم ولا علاقتهم بكرة القدم. رحل بيرلسكوني عن ميلان بعد 3 عقود انقسمت حولها جماهير النادي اللومباردي، لكن المؤكد أنه ترك إرثاً لم يسبقه إليه أي رئيس ناد في أوروبا.